يعني في البداية يعني الكوب أو الكاسة أو أي شيء، يعني القبضة ما كنت أمسكه، بس ما في توازن في اليد. صراحة كنت فاقد الأمل أن الحركة راح تعود لي، لكن بفضل من الله ثم من المركز الحمد لله أن الحالة تحسنت. طالما الأمل موجود ممكن يصير كل شيء، حتى الوقوف ممكن يصير. في المركز التشيكي رحلتي العلاجية كان لها شكل ثاني. لو شفت وجيه المعالجين لي أول ما مشيت، أول خطوة مشيتها فرحتهم، أنا أتوقع أنها يمكن أكثر فرحة مني.